أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن مسألة الاستسقاء بالصالحين والتوسل بهم إلى الله تعالى مسألة خلافية، هل هذا صحيح؟ الخلاف لا قيمة له في هذا، أو كل خلاف يعتد به، خلاف المخالف للأدلة لا يعتد به، يبنى على القول الصحيح المبني على الدليل، ولا عبرة بالخلاف المخالف للدليل. فلا نقول هذه مسألة خلافية، لأن الخلاف هذا لا قيمة له، لأن الأدلة تبطل التوسل بذوات الصالحين. التوسل بدعاء الأحياء لا بأس، أما التوسل بالأموات هذا لا يجوز، لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة، فهو بدعة. نعم.